حوالي 56 من جبين العناطر. والدي كان موظف في تلفزيون، وأربعة احنا ثلاثة هندسة وواحد تجارة خارجية. فمن صغرنا واحنا تعلمنا ان تخلص تروح تشتغل، مش عشان المادة، عشان تشتغل. كلنا كأخوات، والدي ربنا على انك تشتغل ليك مش لحد ثانوية عامة. رحت هندسة بورسعيد، هناك كانت اتفتحت موضوع التجارة والمكسب والفلوس، سبعينات 76 وبتاع، بقى في جزء إهمال بالنسبة لدراسة الهندسة، مش فارقة معاك تنجح أو تسيبها. اتجهت قوي للتجارة وشغل المقاولات وكده والديكورات وكده. وبعدين يعني قلت وقت ما تيجي، ما توصلت لتالتة هندسة بقيت عندي شغلي ديكورات ومكتب دش، أول مكتب دش يمكن في مصر، كنا أنا واتنين أصحابي. وبدأ الشغل واتجوزت، وبدأت المعاناة بالجواز. كانت هي دي اللي حصل. اللي حصل ان قعدت سنتين مش مخلف، خلفت بنت. طبعا ما كنتش اعرف ان في مشكله فيها. اربع شهور قالوا عندها حاجه اسمها انها لازم تقعد في اوضه مقفوله اكسجين بس وبتاع وحاجات كده، وفي امريكا ومش امريكا. وبدات الصراع. الدش كنتين وقتها. انت كان عندك مكتب زي ما قلت لي، كنا فاتحين مكتب بتاع دش. قلت لي المدام تعبت، بدأت المدام يجي لها السكر والضغط وما بقتش تقدر بقى. فعملت انت ايه؟ رحت بدأت انا اشتغل الحاجتين. بتعمل ايه بقى؟ بعمل